خبر يعني في جزء يعني يضايقنا وفي جزء يفرحنا. هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأوراق اللي بتحمل شعار ولوجو شركة أفلام مصر العالمية. هذه هي الشركة اللي كان بيملكها المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، واللي أنتجت تقريبا أغلب أعماله السينمائية الرائعة، وأوراق أخرى بتحمل توقيع شخصي منه بتعود لمنتصف تسعينيات القرن الماضي. كانت في حوزة أحد تجار الورق القديم بالقاهرة، وجدها الباحث والمؤرخ مكرم سلامة، أحد أهم جميع الوثائق والأرشيفات في مصر وفي العالم العربي. هذه القصة كشف عنها الكاتب الصحفي الأستاذ محمد المالحي خلال تقرير له في موقع الأهرام العربي، واللي عندنا فضول كبير جداً الحقيقة أن احنا نعرف هذه التفاصيل منه هو شخصياً، عشان كده بيسعدنا أن احنا نرحب به الأستاذ محمد المالحي الكاتب الصحفي بالأهرام العربي. أهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك وصباح كريم وجميل عليك وعلى مشاهدينك في مصر وفي العالم العربي. صباح النور علينا جميعا يا رب. واسمح لنا أستاذ محمد أن احنا نعرف التفاصيل الخاصة بهذا الكشف، إزاي تم الكشف عن هذه الأوراق، مين اللي لقاها، إزاي لقاها، وأكيد في شوية تفاصيل كده مثيرة حضرتك كتبت عنها، اسمح لنا نستعرضها معاك مع السادة المشاهدين. ربنا يخليك. الموضوع باختصار شديد جدا، الوثائق دي تخص المخرج الكبير الراحل الأستاذ يوسف شاهين، اللي مر في 25 يناير الماضي ذكرى ميلاده 97. تمام. الباحث والمؤرخ الأستاذ مكرم سلامة ده يعتبر أحد أهم جميع الوثائق والأرشيفات في مصر وفي العالم العربي. عثر عليهم مصادفة لدى تاجر ورق قديم، يعني ضمن أوراق ورق قديم ومكملات وحاجات وكده. في الحقيقة الراجل فوجي، يعني ورق يوسف شاهين وعليه لوجو، عليه ورق شركته وعليه توقيعه، فاضطر طبعا ان هو يشتريه بمجموعه ورق كبيره جدا عشان ما يلفتش نظر الراجل، وفي نفس الوقت ان هو كان صعب عليه ان هو يعني يسيبه، فهيروح شركات الورق يعاد تصنيعه، هيتفرم ويعاد تصنيعه بتاعه. فيعني لما طبعا يعني اشترى الكميه ديت وتواصل معايا وقعدت معاه وكده، يعني انا في الحقيقه فوجئت جدا، ده فعليا ورق يوسف شاهين، يعني الشركه مصر العالمية ومكتبات رسمية بينه وبين عدة جهات وتوقيعه، فتحس ان فيها روح شاهين الله يرحمه، الله يرحمه ومشغبته يعني في وسط الكتابات يعني يعني تحس ان هو شاهين بجماله وخفة دمه ومشغبته وطفولته وابداعه. فدي كانت البداية في الحقيقة ان انا فكرت ان الورق ده ان هو لازم يتنشر، اولا حقيقي. ان احنا ان احتراما لذكرى الاستاذ شاهين الله يرحمه، ان احنا بنكشف جانب كمان اخر في حياته اللي هو اوراقه الشخصيه، يعني بالذات انها ما فيهاش حاجه يعني خاصه طبعا مشينه او حاجه يعني تمام. طب يمكن يا استاذ محمد اذا سمحت لنا النقطه دي، اول حاجه هل التاجر اللي كان بيملك هذه الاوراق كان عارف قيمتها وعارف هي بتمثل ايه بالنسبه لنا في يعني كتراث عن شخصيه عظيمه زي يوسف شاهين؟ لا ما اظنش، يعني اللي انا فهمته من الاستاذ مكرم سلامه ان هو ما كانش يعرف طبعا، وبالتالي كانت هتضيع، يعني كانت هتضيع لانها كانت هتتفرم، يعني هي كانت هتتفرم عشان يتعاد صناعتها تاني في صناعه الورق. طيب ما اعرفش لو حضرتك تفتكر يا استاذ محمد الحمله اللي كان اطلقها اليوم السابع واللي كانت من اجل الحفاظ على تراث الزميل وارث السمري. طبعا بالظبط كده، وارث السمري طبعا. يمكن ده موقف اخر بياتي بعد ما حصل حاجه مشابهه ايضا مع الفنان سمير صبري رحمه الله عليه، طبعا، واللي كان هيضيع ايضا تراثه لولا التدخل. اذا بتؤكد هذه الواقعة أهمية وجود طريقة ما لحفظ كل ما يعني بتراث كل ما يتعلق بالمؤثرين في تاريخ مصر. طبعا شوف أنا أقول لك حاجة، يعني مصر طبعا عظيمة بتاريخها وقوتنا الناعمة في الفنانين وفي المثقفين، يعني دي قوة لا يستهان بها، وهو قوة لا تقدر بثمن. بالظبط. تمام. فكل ورقة من أوراق هؤلاء العظماء هي جزء من تاريخنا، فيها روح مصر، فينبغي علينا ان احنا نحافظ عليه. تمام. يعني مثلا احنا بنتكلم عن يوسف شاهين الله يرحمه، السينماتيك الفرنسي ما بيسيبش حاجه ليوسف شاهين الا لما بيحتفل بيها وبيحافظ عليها. حقيقي. تمام. فاحنا هنا في مصر يعني مع الاسف يعني في برضك عندنا جهل لفكره الحفاظ على الوثائق التاريخيه لبعض نجومنا ومشاهيرنا. نعم.
يعني احنا من ضمن صوتنا لحضرتك، لصوت حضرتك يا استاذ محمد، وللحمله اللي كان اطلقها الاستاذ وائل السمري اذا في اليوم السابع، علشان لازم نحافظ على هذا التراث اللي يعني دول كثيره ربما يعني بتبقى ممكن تبقى تتمنى ان هي يبقى عندها ربعه مش حتى نصه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ محمد الملحي الكاتب الصحفي بالاهرام العربي على وجودك معنا في هذه المداخله.